اجتماع استثنائي عقد في منطقة الردود لمواكبة التطورات في وادي حضرموت استعدادا لمليونية الخلاص بسيون. الاجتماع الذي شاركت فيه مختلف القوى الحضرمية أقر تشكيل لجان شعبية وأمنية لحماية طريق مرور المتظاهرين وتأمين ساحة المليونية. كل القيادات اليوم مجتمعة منطقة الردود تناقش حول المليونية وترتيبها وتشكيل لجانها وإلى آخره، وبالذات الملف الأمني الذي هو يهم الجميع والذي هو كان أخذ المساحة الكبرى في النقاش اليوم. واتفقنا على نقاط كثيرة، أهمها حماية المشاركين في الفعالية من قبل أبناء حضرموت جميعا، وطبعا هذا تحذير من هنا هام للجميع، للمنطقة العسكرية الأولى وميليشياتها وأذنابها، أن أهل حضرموت اليوم لن يسمحوا بتكرار ما حصل في المليونيات السابقة. المجتمعون حريصون على سلمية المليونية الكبرى وسلامة المتظاهرين القادمين من مختلف مناطق ومديريات حضرموت عامة، وحذروا من أي اعتداءات كالتي حدثت في السابق، مؤكدين على أن الرد سيكون من كل فئات وشرائح المجتمع لردع الانتهاكات. اليوم جمعنا هذا، اجتمعنا إن شاء الله أنها جمعة على خير لتخليص البلد والعباد من الطغمة الفاسدة التي أرهقتنا وتعبتنا هذه السنين كلها، وإن شاء الله في المليونية الجمعة القادمة الخلاص بإذن الله، بسلم أو بغير سلم. يردونها بالسلم فنحن من أهل السلم، يردونها بالقوة فنحن قدام، ومن هو من أبناء الجنوب ويعتبر رجل من رجال الجنوب لا تراجع، والمليونية ستتم سواء بالصميل ولا بالجميل، يكفي من صبر والصبر له حدود. نبغوها سلمية مرحبا، ونبغوها بالقوة بإذن الله، ونقعدها محاسبة عسيرة للكبير والصغير، كل من عاونهم، ونبغى يقطش ملفاته يجي يقدم مع أخوانه، ما بغى والله نتحاسب على الكبيرة والصغيرة قسما بالله، ومن بدأ بالشر أقسم بالله أني حصل شيء ما يرضيه. الحضور تعاهدوا على أن تكون مليونية الخلاص مليونية سلمية كسلمية أبناء حضرموت، وأكدوا على قوة وصلابة الرد في حال حدوث أي انتهاكات للمتظاهرين، مجددين تمسكهم بتشكيل قوة دفاع حضرموت البالغ قوامها 25,000 جندي، سبيلهم الوحيد تأمين وتطهير كافة ربوع وادي وصحراء حضرموت. محمد بحفين، الغد المشرق، منطقة الردود.